طبعا الاثنين ناديين كبار، اكبر نادي في افريقيا، وانا سعيد للحظ او يعني بعتبر نفسي من الناس اللي هي مخصوصه ان انا لعبت للاثنين اكبر ناديين في افريقيا. دي حاجه بس ممكن لما الواحد يفكر في السي في بتاعك ان انت لعبت للناديين كبار زي دول. بص هو يعني هنا حاجه وهنا حاجه تانيه، بس انا شايف ان دلوقتي ده الزمالك يعني احسن من الاول. يعني انا شايف من وجهه نظري الاستشاره المطلقه يعني اثر اكتر من كده، قلت ان هو عامل طفره في نادي الزمالك سواء مع اللعيبه او مع الاعضاء جوه النادي، او يعني عامل توضيبات يعني كناحيه اجتماعيه للنادي الاجتماعي يعني للناس وللاعضاء، الناس كلها مبسوطه بالموضوع يعني. على مستوى الكوره كنا دايما نسمع، وانا حتى كنت بجرب لما كنت هناك، ان اللعيبه دايما ليها مستحقات وليها فلوس وكده. اعتقد لعيبه النادي الزمالك دلوقتي بتعيش يعني فتره كويسه مع مستشار مطلوبه، ما سمعناش الفتره الاخيره ان مثلا بيحصل لحد ليه مستحقات، ودي نقطه دي مهمه جدا للعيب الكوره، بيبقى دايما بيتشتت تركيزه من موضوع الفلوس. انت عارف الكوره بيبقى مثلا عنده التزامات وعنده بيت وعنده اقساط وكده. فانا شايف ان الزمالك دلوقتي ماشي كويس مع مستشار مطلوبه. النادي الاهلي لو اتكلمنا طبعا حاجه كويسه جدا ما شاء الله. انا قعدت 5 سنين محدش من الناحيه الماديه دي محدش بيتكلم فيها خالص، دي اخر حاجه خالص. في نظام، في سيستم للنادي الاهلي بيبقى دايما ماشي عليه، كل واحد عارف شغله ايه. يعني عارف في نظام. فانا مبسوط جدا ان انا موجود، وانا بحب النادي جدا، وسعيد حتى بالمباراه اللي انا خدتها مع النادي، كانت جلسه كبيره وللتاريخ.